ننتقل مع حضرتك لليوم السابع، قرار جمهوري بالعفو عن زياد العليمي. شادة واسعة بالقرار، الأحزاب السياسية تشكر الرئيس السيسي على استجابته، وبيقولوا أنه ده قرار يمهد لنجاح الحوار الوطني ويؤكد أننا على مشارف وطن بلا سجناء رأي، ورسالة بأنه لا إقصاء ولا تهميش، وأنه بمثابة انفراجة في المشهد السياسي المصري وتمهيد لإنهاء ملف سجناء الرأي بشكل كامل. ايه القصه بقى من الاول عشان بس نفكر الناس ونشط الذاكره في بعد جرائم الاخوان في الخمسينيات بعد حادثه منشيه وما بعدها؟ صدر القانون 162 سنه 58 اللي هو بانشاء محاكم امن الدوله العليا طوارئ. فضل هذا القانون لغايه كل الحكام، يعني رئيس السادات، الرئيس مبارك، المجلس العسكري لمده سنه. 25 يناير 2012 تم الغاء القانون ما عدا على جرائم البلطجه. 2017 مايو 2017 في عهد المهندس شريف اسماعيل رجع تاني بعد حادثتين حصلوا في وقت واحد، كان ستين تم تفجيرهم في الاسكندريه وطنطا، فكان ضروري ترجع هذا النوع من المحاكم. هذا النوع من المحاكم ما الحكم غير قابل للتنفيذ الا بعد تصدير رئيس الجمهوريه، غير قابل للطعن. من حق رئيس الجمهوريه انه يرفض العقوبه، بس مش من حقه يزودها. الحق الوحيد اللي عشان ما فيش بقى طعن وما فيش اي محاكم درجات اعلى من كده، الوحيد اللي ليه حق الغاء العقوبه هو السيد رئيس الجمهوريه، وبالتالي قرار رئيس الجمهوريه بالافراج يتطابق مع صحيح القانون، عشان ما فيش حد بره يقول لك ايه ده القانون في ايديهم وشغالين بيفرجوا على اللي هم عايزينه والقانون ما والاحكام مالهاش معنى. لا يا فندم، اللي صدر طبقا للقانون. في مايو في 2019 تم طبعا الاعلان عن حاجه تسمى خليه الامل او تنظيم الامل، كان فيهم الاستاذ زياد العليمي وحسن محمد حسن وهشام زميلنا هشام زميلنا الصحفي وحسام مؤنس واخرين، طبعا الهاربين ايمن نور ومحمد ناصر ومعتز مطر وعلي بطيخ واخرين. اتحكم على زياد العليمي بتهمه نشر اخبار كاذبه، اتحكم عليه القضيه 957 بتهمه نشر اخبار كاذبه في 11 في 25/11/2021 وصدر الافراج امبارح. لكن الدلاله بقى اللي ده الاهم اللي حضرتك لسه قايل عليه، ان احنا جادين في موضوع الاصلاح السياسي والانفراج السياسي، لان احنا قدام رئيس الغى في 25/10/2021 قانون الطوارئ، وقبلها قدم في 10 سبتمبر 2021 وثيقه حقوق الانسان، وادي استكمال المشهد في موضوع الانفراج السياسي.